نشرة الأخبار المحلية من قناة الظفرة أقدمها لكم، أهلا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التصاميم الهندسية الخاصة بإنشاء حديقتي كشيشة العامة وشغرافا مخصصة للنساء بضاحية الرحمانية. وأوضح سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أوضح أن الدائرة بدأت بإعداد التصاميم التفصيلية للحديقتين تمهيدا لطرح المناقصة على المقاولين واستدراج أنسب عروض الأسعار. وأشار إلى أن المشروع الأول يتضمن إنشاء حديقة شغرافة للنساء في الرحمانية على مساحة 148 ألف متر مربع، ويتألف من إنشاء حديقة مسورة أو مسورة إلى جانب إنشاء أماكن مظللة للجلوس ومرافق حيوية وترفيهية وفق طابع عصري وجديد، بالإضافة إلى عمل ممشى للجري بطول 1500 متر وتوفير ساحات للعب الأطفال ومناطق لممارسة الألعاب واللياقة البدنية وأجهزة رياضية حديثة وتركيب مقاعد مع رفدها ب93 عمود إنارة. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين في الديوان الأميري اليوم بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين سعادة باربارا إليف سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة. يرافق السيد روب وول والقنصل العام الأمريكي في دبي. ورحب صاحب سمو حاكم أم القوين بالسفيرة متمنيا لها طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد. تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. من جانبها أثنت السفيرة باربارا على مستوى التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، مشيدة بالتطور الحضاري الذي تشهده الدولة في الميادين كافة. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم تعازيهما ومواساتهما إلى معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة المغفور لها حرمه موزة بنت عبد الله بن أحمد خلف العتيبة، وذلك في منزل معاليه في العاصمة أبوظبي. وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما وخالص مواساتهما للسويدي وأبنائه معالي ناصر أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة وسعادة حمد بن أحمد السويدي داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين والمقيمين. وعرب معالي أحمد خليفة السويدي وذو الفقيدة عن خالص شكرهم لأصحاب السمو والشيوخ وجموع المعزين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء ومواساتهم في مصابهم الجلل. كما قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان اليوم تعازيهم ومواساتهم لمعالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة المغفور لها حرمه موزة بنت عبد الله بن أحمد خلف العتيبة، وذلك في منزل معاليه في العاصمة أبوظبي. وأعرب سموهم عن صادق تعازيهم وخالص مواساتهم إلى السويدي وأبنائه معالي ناصر أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة وسعادة حمد بن أحمد السويدي داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء سعادة عبد الله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني والشيخ مروان بن راشد المعلى ووفد من سلطنة عمان الشقيقة، ضم السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي والسيد علي بن حمود البوسعيدي والشيخ حمد بن هلال السعدي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين والمقيمين.
وقدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشرقة، وسمو الشيخ خالد بن زايدان الهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل الهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة اليوم تعازيهم ومواساتهم لمعالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة المغفور لها حرمة موزة بنت عبد الله بن أحمد خلف العتيبة، وذلك في منزله أو في منزل معاليه في العاصمة أبوظبي، كما وقدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة المؤسسات والأفراد الفائزين بفئة دورة الثانية من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، متمنيا سموه لجميع العاملين في حقول الاتصال الحكومي مزيدا من التقدم والنجاح على مختلف الجوانب الشخصية والمهنية. وأكد سموه خلال حضوره الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم في قاعة الجواهر للمؤتمرات في الشارقة الليلة الماضية أن الاتصال الحكومي أصبح أمرا حتميا ومطلبا هاما وأحدى الأدوات الرئيسة المساهمة في تطوير العمل المنظم المبني على أهداف واستراتيجيات محددة تضعها الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل تحقيق الاتصال المتبادل والتفاعلي مع فئات الجمهور المختلفة، مشيرا سموه إلى أن إمارة الشارقة متمثلة في دوائرها ومؤسساتها الحكومية، وانطلاقا من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسعى لتحقيق مفهوم الاتصال الحكومي بشكله الإيجابي والفاعل الذي يصل كل فرد من أفراد المجتمع. قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة اليوم تعازيه ومواساته إلى معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في وفاة المغفور لها بإذن الله حرمه موزة بنت عبد الله بن أحمد خلف العتيبة، وذلك في منزل معاليه في العاصمة أبوظبي، كما قدم واجب العزاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. كشفت وزارة الصحة عن استخدام بروتوكول جديد ومحدث أو محدث للفحص الشامل تضاف للفحوص الحالية مع بداية العام الدراسي القادم، بحيث يتم توحيد برنامج الأمراض المعدية ورعاية المسنين والوقاية والصحة النفسية ومؤشرات أو مؤشرات حالة السمنة لدى الطلبة ليكون برنامج واضحا وموحدا لجميع المناطق في الدولة. المزيد في سياق التقرير التالي مع الزميل أيمن مصبح. في خطوة جديدة تتسم بالجدية للتعامل مع عدد من المواضيع الخاصة ببرامج الفحص الشامل، من خلال تقرير كشفت عنه مؤخرا وزارة الصحة لاستخدام بروتوكول جديد محدث للفحص الشامل يبدأ نفاذه مع بداية الفصل الدراسي المقبل 2015-2016، وتلقى منه نسخة المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار مناقشة سياسة وزارة الصحة الجديدة ليتم تقديم خدماته في المدارس والمراكز الصحية المنتشرة في الدولة، وليتم تدشين منهاج التثقيف الصحي للطلبة والذي يحتوي على 12 درسا تثقيفيا مبنيا على المشاركين والمهارات. مؤخرا قمنا بتشكيل لجان لتحديث البروتوكول الموجود اللي كان يستخدم في الأعوام الماضية، طلعنا طبعا على أفضل الممارسات الموجودة سواء داخل الدولة في مؤسسات صحية أخرى أو خارج الدولة في المناطق الدول القريبة منا وحتى عالميا، وقمنا بتحديث البروتوكول، أضفنا فحوصات جديدة للبروتوكول، بعض الفحوصات حدثناها بنقدمها بطريقة مختلفة. طبعا الفحص الشامل الهدف منه هو الكشف المبكر عن الامراض، احنا ما ننتظر الطالب انه يشتكي من المرض، نحب ان احنا عن طريق الفحص الشامل ان احنا نكتشف المرض مبكرا ونتدخل مبكرا في الموضوع. من النقاط الجدا مهمه حاليا موضوع السمنه، فاحنا حاليا راح نضيف مع البروتوكول الجديد راح نضيف مؤشرات جديده للسمنه من ضمن الاجنده الوطنيه 2021 اللي هي طبعا احنا شغالين فيها بالتعاون مع اداره التثقيف والتعديل الصحي في الوزاره. راح يكون عندنا برنامج خاص للسمنه، برنامج موحد راح يطبق في كل المناطق
الطبية طبعا عن طريق المدارس، الاكتشاف المبكر للسمنة، التدخل المبكر سواء كان عن طريق التثقيف الصحي لأولياء الأمور أو للطلبة نفسهم، وكذلك للتدخل عن طريق تحويل الطالب هذا إذا كان يحتاج إلى أخصائي تغذية مثلا أو إلى جهة معينة، للتدخل قبل أن يعني أن يتحول السمنة هاي تتحول إلى مشكلة أخرى أو إلى مرض مزمن. يمكن إحنا الحين أضفنا زيادة، يعني قد تصل حتى إلى 16 موضوع، كلها مواضيع تهم الطالب ونوزعها حسب المراحل العمرية. يعني الطلبة اللي يكونون في الحلقة الأولى طبعاً راح تكون مواضيع خاصة تخصهم، تخص بيئتهم المدرسية، تخص المشاكل والأخطار اللي هم يتعرضون لها، وكل ما ارتفعنا في المراحل العمرية راح يكون في تركيز على مواضيع أخرى مثل التدخين مثلاً، حتى راح يكون في تركيز على يعني كيف الطالب يقول لا إذا عرض عليه مواد مثلاً مخدرة أو مواد مضرة. نتكلم شوي بعد عن مرحلة النضوج، بنتكلم عن البلوغ عند سواء الطلبة أو الطالبات، وفي مواضيع أخرى راح تكون أيضاً طبعاً مرة ثانية تخص السمنة، كيف تختار الغذاء الصحي، كلها راح توزع حسب مرحلة الطالب العمرية، وطبعا كل درس نحن خصصنا لمراحل معينة راح يقدم فيها الدرس. كما وأوضحت الوزارة في تقريرها المزمع مناقشته في المجلس الوطني في الجلسة المقبلة أن التوجه العالمي ومنظمة الصحة العالمية يعززان عدم تمركز خدمات الصحة العامة في مؤسسات معزولة لتقليص وصمة المرض أيا كان وأينما ظهر، مشيرة إلى أن خطط الوزارة باتت اليوم في إعداد برامج توعوية بشأن الأمراض، ما أدت إلى زيادة طالبي المعالجة الطوعية وانخفاض معدل المكوث في الأقسام الداخلية وحالات التدخل المبكر دون تحول الحالة إلى حالة مزمنة. أيمن مصبح، قناة الظفرة. اختتمت مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الإنسانية حملتها الإغاثية لتوزيع المساعدات الغذائية والطبية على الأسر المعوزة والمتضررة من الفيضانات التي اجتاحت جمهورية ملاوي مؤخرا. وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية إن توزيع المساعدات جاء تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من ناحيتهم أشاد مسؤولون في ملاوي والعائلات المستفيدة من المساعدات الإماراتية أشادوا بالمساعدات القيمة التي تقدمها دولة الإمارات لشعبهم، معربين عن تقديرهم البالغ لصاحب السمو رئيس الدولة على تلك المبادرة القيمة التي أمر بتنفيذها في جمهورية ملاوي. بحثت هيئة الهلال الأحمر وعدد من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة لتطوير مجالات العمل الإغاثي والإنساني بجانب بناء القدرات وتنمية المجتمعات الهشة وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الشعوب التي تعاني ظروفا إنسانية صعبة. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال وسعادة الدكتور محمد عتيج الفلاحي أمين عام الهيئة وفود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر. كما بحث رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر وسعادة الأمين العام خلال لقائهما ببيير كيرنبول المفوض العام للأونروا في اليومين الماضيين سير العمل في عدد من المشاريع التنموية التي تمولها الهيئة وتشرف على تنفيذها الأونروا في إطار شراكة الإنسانية بين الجانبين والمستمرة منذ عدة سنوات لتخفيف معاناة الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن. أكدت دبي العطاء على أهمية دمج مبادرة الصحة والتغذية المدرسية في البرامج التعليمية، حيث أن التعليم والصحة يرتبطان ارتباطا وثيقا. وأشار طارق القراقع الرئيس التنفيذي لدبي العطاء في تصريح له بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل من كل عام أن دبي العطاء تصل حاليا إلى أكثر من 13 مليون مستفيد في 38 بلدا ناميا. ونوه إلى أن دبي العطاء تعي قيمة التعليم ودور برامج الصحة والتغذية في حياة الأطفال والمجتمعات ككل، حيث أطلقت مجموعة من برامج التغذية في كل من مالي وسيراليون وإثيوبيا وبنغلاديش وإندونيسيا وفلسطين وغيرها من البلدان
ونوه أيضا إلى أن دبي العطاء تعمل على تحسين المياه والمرافق الصحية والنظافة المدرسية، بالإضافة إلى تطبيق برامج تغذية المدرسية وأنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس. ولفت أيضا إلى أن هذا النهج يضمن أن تكون المدارس آمنة وتتميز ببيئة تعليمية داعمة للأطفال وتوفر لهم مرافق الصحة والتغذية، بالإضافة إلى الموارد اللازمة للنمو العقلي والجسدي. أنهت أسواق المال الإماراتية ثاني جلسة الأسبوع باللون الأخضر، حيث أكد محلل في السوق المحلي أن أسعار الأسهم ما زالت رخيصة ومشجعة، وأضاف أن الأسواق مرشحة لمواصلة الصعود، لأن بعض المضاربات على الأسهم الكبرى قد تقلل من هامش ارتفاعات السوق. إذا نظرة سريعة إلى آخر إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية. وفي شأن الرياضي، حيث أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي سعادته الكبيرة بالمشاركة الكبيرة لأبناء الخليج في مهرجان المرموم الختامي للهجن، ووصف سموه سعادته بتواجد الأشقاء من دول مجلس التعاون بأكبر من سعادته بالانتصارات التي حققتها هجن سموه وهجن العاصفة في انطلاق سباقات هجن أصحاب السمو والشيوخ. جاء ذلك خلال تصريحات سموه عقب تتويج الفائزين في سباقات الرموز الأربعة مساء أمس على كأس المغفور له مكتوم بن راشد آل مكتوم. وبين سمو ولي عهد دبي أن هجن العاصفة اعتادت على تقديم الأفضل. أما الآن ننتقل بكم لأحوال الطقس ودرجات الحرارة لمدن الدولة لهذا اليوم. عبء ثقيل على مستشفى راشد في دبي، وعشرات المرضى يرفضون المغادرة بعد انتهاء مدة علاجهم، والحلول غائبة في فقرة حوار المساء لهذا اليوم مع زميل عبد الله. لكن بعد الفاصل فاصل قصير، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير.